السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم وفي هذه الحلقة سأقدم لكم شرح حول كيفية نزع عمود الكامات من مكانه، لأن الكثير منا من يتخوف من عملية نزعه ويظنها صعبة، لكن بعد مشاهدتك لهذا الفيديو ستنبهر أخي، وسيصبح بإمكانك المحاولة من غير خوف، إذ إن عمود الكامات هو المسؤول الأول عن فتح وإغلاق صفافات أو ما تسمى بصمامات العادم والهواء، وكذلك يساهم بدورانه المستمد من عمود الكرنك عبر حزام التوقيت، فإنه يقوم بتدوير مؤقت الشرارة الديلكو لكي يوزع بدوره الشرارة على البوجيهات لتحدث عملية الاحتراق. أولا إخواني، دائما نزيد هذا الغطاء بهذا الشكل عليه من الأعلى، أقوم بفك البراغي الموجودة عليه ثم أقوم بنزعه بهذا الشكل. هنا هذا هو عمود الكامات أو ما يطلق عليه بلاربراكام. هنا لو نلاحظ إخواني وجود الديلكو، بعد القيام بفك الديلكو بصامولة 12 نقوم بفكه بهذا الشكل. هذا هو موزع الشرارة إخواني. للقيام بعملية فك عمود الكامات كل ما يجب علينا فعله هو فقط قلبه بهذا الشكل من هذا الاتجاه. لو نلاحظ إخواني هنا وجود برغيان على شكل مفتاح سيبو كليت سيبو، أقوم بفتح هذا وهذا ثم أقوم بنزع هذه القطعة، سأريكم كيف يتم ذلك. ثم انزع البرغي الثاني وهذه القطعة، اقوم فقط بتدويرها بهذا الشكل ثم اخراجها من هذه الجهة بهذا الشكل، نضعها جانبا ثم نقوم بسحب عمود الكامات. ساقوم بانزاله حتى تروا العملية. ما الذي سافعله اخواني؟ ساقوم فقط بدفعه من هذا الجانب بهذا الشكل فيخرج معنا، انظروا يخرج معنا بشكل عادي. إذا كنت تريد استبدالها لانكسارها أو للحدبات لم تعد صالحة تستطيع تغييرها، المهم أنت على الأقل تعرف كيف تقوم بعملية فكها بنفسك. تقوم بإخراجها بهذا الشكل. هذا هو عمود الكامات إخواني. انظروا هنا هذه الثقوب يجب عندما تقوم بالضخ بها الهواء فقط بفمك يجب أن يمر الهواء عبرها، لأن هذه المسؤولة عن الجريسور أو عملية التزييت. هذه النقاط أو الفتحات هي من تقوم بعملية التزييت إخواني. لنلاحظ طبعا إخواني نصيحة في سبيل الله لكثير من الناس يهملها، عندما تقوم باستبدال عمود الكامات الناس لن تشتغل معك السيارة، وهذا لسبب وجيه. عندما تقوم إخواني بوضع أربراكام جديدة أو عمود كامات كما يطلق عليه يجب إفراغ الهيدروليكيات أو ما يطلق عليها بالبيسوار، سأريكم إياها. هذه هي إخواني البيسوار، هذه عندما تكون مملوءة بالزيت، عندما تقوم بتركيب واحد جديد وتكون هذه مملوءة بالزيت تتركها كما هي مملوءة بالزيت، لن تقدر لاربراكام على عملية تنزيلها بشكل صحيح، ولهذا لن تشتغل معك السيارة. بل يجب عليك دائما عندما تقوم بتركيب واحدة جديدة عليك بإفراغ الزيت منها. كيف يتم إفراغ الزيت منها؟ كلهم تقوم بإفراغ الزيت منهم، هاته لبسوار لفتحها فقط تقوم بوضع مفك بهذا الشكل وتقوم بعملية الرفع. دون لاحظ بهذا الشكل تفك معنا، انظروا نقوم بإفراغ الزيت منهم كلهم، أقوم بإفراغ الزيت جيدا وأقوم بإرجاعها كما كانت ثم أقوم بالضغط بهذا الشكل
ثم أضعهم كلهم بمكانهم وضع القطع عليهم لكي تقوم بعملية هي من تقوم بعملية إدخال الزيت المناسب لها. كذلك عندما تشتري واحدة جديدة هنا يجب أن تقوم بقياسها، لأن مليمتر أو مليمترين سيختلفان في عملية التشغيل، وخاصة تجد دائما هذه المنطقة التي يدخل منها ديلكو تجدها زيادة في بعض المقاس ب 2 مليمتر أو 3. ما الذي يشكل ذلك الخطر؟ عندما تقوم بتركيب الديلكو تلك الزيادة هنا، عندما تقوم بتركيب الديلكو سيقوم بالضغط. انظروا، هو من المفروض عندما يدخل لن يدخل هذا. انظروا، أنت عندما تزيد تلك المليمترين أو ثلاث يقوم بدفعه قليلا وأنت لن تلاحظ ذلك، وهنا عندما تقوم بالدفع لابراكام تقوم بدفع الديلكو وتقوم بغلقه جيدا ستبتعد الشرارة من هنا، المسننات سن الشرارة مع السن الأخرى ستبتعد، وبهذا ستقل الشرارة وتضعف معنا. حالها حال البوجيه لما أقوم بفتح سن البوجيه وتضييقها لن تشتغل السيارة بشكل جيد. كذلك إخواني الديلكو عندما أقوم بعدم مراعاة هذا المكان لو زاد ب 3 مليمتر سيقوم بدفع الديلكو بهذا الشكل ولن تشتغل السيارة بالشكل المطلوب. إذا لعملية تركيبه إخواني كل ما علينا فعله هو زيت هذه المناطق، وكذلك هنا توجد لدينا فتحة لعملية الزيت تقوم بالنفخ فيها من هنا، ونلاحظ هنا تظهر لنا بنا مفتوحة لأنه يظهر الضوء من هنا، ونلاحظ تقوم بعملية زيت هذه المناطق، ثم نقوم بإدخال الأربراكام إلى مكانها. سأقوم بعملية الزيت، ونضيف قليل من الزيت كذلك لعمود الكامات. ثم نعيد إدخاله في مكانه بهذا الشكل. عملية سهلة جدا. ثم نعيد إدخال القطعة كما كانت. ثم نقوم بعملية شد. بهذا الشكل. بهذا نكون قد انتهينا من عملية فكها وتركيبها بالطريقة الصحيحة، وكذلك عملية التزييت. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بزر الاشتراك والضغط على زر إعجاب للفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.